لا عد لا معدات مال غطس مال اوادم ما عد احد يجهز لنا، كلها الله وكيل مدنيه، كلها من 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 جيبنا الخاص. ماكو كل احد يجهز لنا لا بزوارق لا يعني لا عد هسه الدفاع المدني عنده زورق على الشارع. الزورق عاطل، لو ايش هذا اذا هو على الشارع؟ يقولون اكو ناس مكذبين بعد اسفل العباره. اي ما نعرف اكو اكو جزء لان هاي العباره صارت مثل القفص عليها. هو بطنها ينبق باع عليها هي بكل اسياد صارت مثل القفص عليها. اكو جزء بس وين الامكانيات؟ انزل بطل مال هروب هذا اللي قدرت عليه ها ثلاثه بس غير اكو امكانيات دوله او امكانيات محافظه تنزل يجيبون غواصي بس يجيبون لنا معدات كش احنا برواحنا بس يجيبون لنا ابطاله بس ننزل بيه اكثر الغرقانين كانوا اطفال والله اطفال ونساء عمي ناس جايين يحتفلون بعيد لهم رجعوا بلا امهاتهم لا هم ولا امهاتهم عمي والله نزعل كافي ذبح عمي يوم انفجارات يوم غرق يوم داعش ملينا تكافي نريد نشوف راح والله العظيم اطفال، والله كل واحد والله فتحت شريط مال ابيض مال طبل عندي هالقد هذا. هذا شنو ذنبه؟ هذا الشاف من الدنيا. كل شيء. والله العظيم إيه أنا الناس تبكي. هاي مقاطع الفيديو امك محمد كلها شافت. العالم إيه أنا لعد 200 كسر 200 فوق 250 روح وزحت خلل بسيط. وين منو 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 اللي يقرا منو؟ الحمد لله والشكر على كل حال. والله هاي العالم كلها مسكت. والله انا خلف الله على اهل الزوارق هذول المدنيه